تعال زميلي بش عليه، بش معاه يا اسطى بش. ايه ده يا حيوان، انت ما بتذاكرش وعليك امتحان بكره؟ اهدي يا ماما بس يا حاج. يا ماما بابا لا، ابنك قاعد بيلعب بالموبايل. يا بابا انا هفهمك. تفهمني يا حلو، ده انا اللي هفهمك. تعالى. ايه ده يا حاج حاسب، انت بتضرب فين؟ اخرس يلا عشان تبقى تتعلم تذاكر بعد كده. يلا حيوان علم الفلوس اللي بدفعها عشانك. خلاص يا بابا هذاكر هذاكر. انت هتقعد تذاكر 25 ساعة في اليوم يلا، انت فاهم؟ يا بابا اليوم في 24 ساعة بس. انت بتتفزك انا على ابوك عشان انا يعني دبلوم؟ طب تعالى بقى. كفاية بقى يا بابا كفاية كفاية. اخرس يلا. شو ثابت هو سود. ايه ده؟ قاعد يا بتذاكر يا نهار اسود. اظن لو حلفت لك على المصحف يا بابا ان بقى لي 10 ساعات عمال بذاكر ولسه ماسك التليفون حالا مش هتصدقني. اصدق؟ ده انا هنفخك. تعالى. طب قاعدين بتتفرجوا على ايه؟ ابو بيأدب ابنه، روح انت اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وخدوا لفه في القناه كده، انا برجع لكم تاني.